قالوا قديما وما زالوا يرددون أنه لا طعم للحياة دون أمل، وأن قلوبنا ما دامت عامرة بالأمل فإننا سوف نحقق أحلامنا ذات يوم. وهذا ينطبق على بطل حلقة اليوم من برنامج يوم في حياتهم، أحمد محمد سعود، فهو طفل ليس كغيره من الأطفال الأسوياء، فلديه مشاكل نمائية ربما تكون قد حرمته الحياة بشكلها العادي، ولكنها لم تحرمه من الأمل ومن السعي لتحقيق أحلامه. نتحدث اليوم عن طالب جديد ومبدع جديد ومهارة جديدة وإنسان متميز جديد من أصحاب الهمم ومن ذوي الإعاقة. نتحدث اليوم عن الطالب أحمد سعود، الطالب الذي التحق في المركز للعام الثاني على التوالي. هذا الطالب عندما التحق بالمركز كنظام عام للمركز، وكما أسلفنا سابقا أنه يتم تقييم الطالب تقييما نفسيا تربويا لتحديد، طبعا بوجود الأسرة، بتواجد الأسرة، وتطبيق الاختبارات المقننة والغير مقننة على الطالب، لنخرج بالنهاية ونلمس بشكل مباشر النقاط التي يعاني منها أو النقاط التي يجب تحسينها عند الطالب ويجب العمل عليها خلال العام الدراسي، ونقاط القوة بالمقابل الموجودة التي يمكن استغلالها لتعزيز هذه النقاط التي نحن بحاجة إلى تحسينها. نستغل نقاط القوة من أجل تحسين النقاط الضعف الموجودة عند الطالب. التحق أحمد سعود منذ العام الماضي 2016 بمركز رواد لذوي الإعاقة، قاصداً المساعدة وتلقي المعرفة والعلوم والمهارات المتعددة التي سوف تساعده على التغلب على الكثير من المشكلات التي يعاني منها وعلى التكيف مع مجتمعه المحيط، ليضع قدمه على درجة سلم الطموح الأولى ليصعد عليه درجة بعد درجة. ولأنه مركز متخصص ويعي تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، قام مركز رواد بعمل تقييم نفسي وتربوي شامل لحالة الطفل أحمد، وذلك منذ بداية التحاقه بالمركز. فتبين لفريق التقييم أنه يعاني من اضطراب نمائي ومن بعض المشكلات السلوكية ومن ضعف في الإدراك والانتباه والتواصل، وبناء عليه وضعت خطة فريدة لمساعدته على تخطي مشكلاته ودمجه فيما بعد في المدارس والمجتمع. أحمد محمد سعود تم إلحاقه في مركز رواد في العام الماضي في عام 2016، والآن هو في عام الثاني داخل مركز رواد. من الطبيعي أنه يتم تقييم أي حالة بتيجي على أي مركز جديد. قمنا بعمل تقييم نفسي تربوي للطالب أحمد محمد سعود، تبين من نتائج التقييم أنه أحمد بيعاني من تأخر نمائي. بناء على ذلك قمت بوضع بمساعدة جروب داخل مركز رواد بوضع خطة تربوية نفسية ترتكز على أهم النقاط التي تساعد أحمد على تخطي مشكلاته والتكيف مع المجتمع من حوله. تبين أنه أحمد بيعاني من ضعف في التواصل مع من حوله، وضعف بسيط في الإدراك، وضعف بسيط في تكوين المهارات والمعارف التي حوله. فيما بعد، بعد عمل الخطة لابد من متابعة الحالة بشكل استمراري. تبين أن أحمد لديه قدرة واضحة على التحسن بشكل ملحوظ. وحسب فريق التقييم والمشرفات، فإن أحمد يعتبر من الأطفال القابلين للتعلم، إذ يمتلك قدرات عقلية مكنته من التحسن والتطور بشكل ملحوظ، مما جعله محط أنظار الجميع ويعول عليه في الكثير من الأمور. كيف لا وقد قرر ألا تراجع بعد اليوم،
ولا نظر إلى الوراء، فالتاريخ لا يعود أبداً إلى الوراء. أحمد عندما حضر إلى المركز كان لديه ضعف بالمهارات المعرفية، وكان لديه ضعف بالمهارات أو بعض السلوكيات التي تصدر عن أحمد، وكان لديه يعني مشاكل في النطق ومشاكل في العلاج الوظيفي بالعناية الذاتية. تم العمل على هذه الأمور بشكل فعال وبشكل مكثف وبشكل مخلص ومتقن، إلى أن بحمد الله وصلنا لمرحلة أن تم معالجة هذه القضايا بعام دراسي وبشكل ملفت للانتباه. أحمد يتمتع بقدرات ذهنية وعقلية جيدة، وهو طالب قابل للتعلم، قابل للتعلم بشكل ممتاز جدا، لكن لا يمكن أن يكون التعلم إن لم يجد مكان مناسب وأشخاص يهتموا بهذا الطالب ورفع كفاءته ورفع قدراته. نعم، يعتبر أحمد سعود من الأطفال الذين يمتلكون مهارات حركية متعددة، فيتقن الأنشطة والتمارين التي يتم تدريبه عليها، كما أن لديه القدرة على تقليد الأدوار، فنجده مثلا يقلد دور المعلم داخل الفصل، ناهيك عن كونه ملتزما بالقوانين داخل المدرسة. ربما وضعنا أحمد أمام اختبار حقيقي، وهو ألا نحكم على الناس بأعمارهم، فرغم صغر سنه فاجأنا بإرادته وعزيمته التي لا تلين، فمهما بلغت قسوة الظروف عليه إلا أنه يتمتع بالصبر والتحدي، فهو الأمل الذي يحركه ويدفعه نحو الأمام، وينير له طريقه ويدله على ما فيه الخير له ولمستقبله ولحياته. وتبين أيضا أن الطالب أحمد محمد سعود يتمتع بمهارات حركية ممتازة، حيث أنه يتقن الأنشطة التي يتم تدريبه عليها مع الطلاب في الخارج في الساحة، وبناء على ذلك يتم تصنيفه ضمن الطلاب القابلين للتعلم والقابلين للتدريب. أحمد من الطلاب التي يعي ويدرك القوانين داخل المركز، حيث أنه يدرك الخطأ من الصح، ويدرك المكان والزمان، ويدرك الأشخاص، ولكنه يعاني من بعض المشكلات السلوكية البسيطة، ومنها العناد والمزاجية، حيث أنه لا ينفذ جميع الأوامر المطلوبة منه إلا إذا هو أراد، ومن هنا لابد من الاستمرار في مراكز الرعاية الخاصة لمساعدة أحمد فيما بعد في الدمج في المدارس الحكومية أو غير الحكومية بما يتناسب مع وضعه النفسي والاجتماعي. برضو أحمد لازم نذكر يعني أنه نشيط جدا جدا، وكثير ما إحنا بنفكر كم مرة وإحنا طالعين من البيت أنه صعب أنه أحمد يكون تحت السيطرة، بيطلع بيركض لوحده بسرعة، بيكون يعني شوية كده متعب بالنسبة لنا. وفي نفس الوقت حتى لما أنا أكون راجع من العمل أو أي حاجة من برا، طبعا بالنسبة له لسه أنت جاي وشخص جديد وبيمسكك من إيدك، بده عاوز يطلع ويمشي الدكان أو يروح عند الجيران أو يلعب، فيعني فعلا بتكون عندنا صعوبات نحاول نسيطر عليه، بس سبحان الله يعني الواحد بيشحذ همته وبحاول يكون مع أحمد يعني يد بيد على أساس إنه ما يحسسه إنه متعب أو أحمد يعني نشيط زيادة عن اللزوم وما حد بيقدر يجاريه مثلا. لم تتزعزع يوما ثقة أحمد بربه، فدائما يرفع تلك اليدين الصغيرتين إلى السماء ويتمتم بشفتيه البريئتين: يا رب لتكون له معينا وتمده بشحنات من الصبر،
وتبعث في نفسه أملاً متجدداً مع إشراقة شمس كل صباح جديد. فإشراقة الشمس وقطرات الندى تبعث الأمل، والصباح لا يتغير، ولكن كل يوم يأتي بشيء أجمل. أحمد بالرغم من عنده طيف التوحد وتشتت الانتباه، بس برضو ما شاء الله ذكي جدا جدا. يعني أحمد بيساعدنا إحنا في البيت كأسرة إنه نقضي أمورنا اليومية، بيساعد أمه دائما يرتب في البيت، بيشوف وبيفهم إنه أخته بتحب تلعب معاه. وفوق كده أحمد نفسه إحنا لاحظنا فيه إنه ذكي جدا في الألعاب اللي هي ألعاب الذكاء، يعني بيقدر يجمع المربعات بسرعة، بياخذ فيها وقت أقل من الأطفال العاديين. فأكيد يعني صار في يعني بصيص أمل إنه أحمد خاص، طفل خاص وطفل ذكي وطفل إن شاء الله عنده مستقبل زاهر. لقد ترك أحمد العنان لقلبه لينعتق من همومه وليهيم في ملكوت هذا الكون الرحب، ويتقلب في نعيم البحث عن الأحلام وسبل تحقيقها، فهي لذة لا يعرف طعمها إلا هؤلاء الذين ذاقوا طعم البهجة وعرفوا قيمة الضوء في صباحات أيام الفرح. هي لذة لا يعرفها إلا الذين ينثرون الحب في أرجاء الدنيا، وينثرون الورود بأبهى ألوانها بين أيدينا فنمضي معهم، ويطيرون بنا في فضاء لا حدود له، ويمشون بنا في دروب أمل لا تعرف اليأس ولا حتى الحزن. وأحمد من الذين عرفوها وجربوها فكانوا لها رمزا وعنوانا. أحمد يعني على رقم الإعاقة والمشاكل الحالية يعني هو فيها، هو طفل ودود جدا جدا ومحبوب من جميع الأطفال ومن جميع أفراد أسرته. وعلى العكس هو ما بيحاول يتفادى أي حد، بالعكس هو دائما بيتقرب، هو دائما بيحاول إنه يبسط الحواليه، ودائما نفسه خفيفة وبيحاول ينكت أو يدغدغ، ويعني دائما بيضيف جو جميل جدا، ودائما بهجة عليه الحواليه وبهجة، يعني على قد ما هو يعني نشيط وبتحرك كتير وبدعب الناس، بس برضو بهجة وسرور لكل الحواليه من جميع الفئات. وكيف لنفس أحمد ألا تتجلى بهذا الشعور وهو يعيش في شارقة الأمل والجمال؟ تلك الإمارة التي تنبعث منها أعراساً إبداعية وتخترق أنوارها كل الحواجز، وتطرب الآذان وهي تستمع إلى تلك الطيور المغردة في سمائها، مع متعة النظر إلى هذه الأجواء الصافية التي تغمر النفس بهجة، وتعبر بالروح إلى سماء تتضافر فيه كل الألوان، لتصبح قادرة على غسل النفس وتطهير الأرواح وتصفية النفوس وتقريب المجتمعات، لتكشف لها سر الحياة الجميلة النابتة من الفطرة السليمة التي ترفض الحقد والضغينة، وتعمل من أجل أن يحتفل البشر بالفرح والعيد.